وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا دكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. دكتور سعيد أرحب بك، وكيف ترى الجهود المصرية المكثفة للوساطة بين حماس وإسرائيل وما يمكن أن تسفر عنه من نتائج؟ أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. وعايزين نقول أن يعني في خلال ال 200 يوم أو أكثر اللي مضوا دول، مصر بتتصدر مشهد المساعي الدولية لتهدئة الصراع بين الكيان الصهيوني و أهالينا في قطاع غزة وعموما السلطة الفلسطينية. مصر من أول ما حصل الهجوم البري الوحشي لهذا الفاعل المارق والكيان الصهيوني متمثل في صورة بنيامين نتنياهو، أنا أعتقد أن مصر كانت من أولى الدول العربية التي أصدرت قرار شديد اللهجة بشأن هذا الهجوم البري الوحشي. كذلك حضرتك لو نتذكر كده والسادة المشاهدين، يوم 21 أكتوبر ومساعي مصر لعمل قمة السلام على مستوى العالم وتوافق الرؤى اللي يعني احتضنتها مصر في العاصمة الإدارية ومؤتمر السلام الدولي تحت قيادة ورؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكثر من 32 دولة وأكثر من 5 منظمات دولية كانوا بيتشاركوا معانا الرؤى. والرؤى لو أفكر حضرتك كده، إن احنا كنا بنطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية، وكان سيادة الرئيس السيسي بيركز على هذه النقطة، هي وصول المساعدات الإنسانية، الوصول المستدام وعدم إغلاق معبر رفح في هذه الأوقات لهذا الموضوع. وأنا أعتقد حضرتك لو احنا شفنا أيضا توافق الرؤى من حيث قيادات العالم، يعني احنا زرنا في الفترات الأخيرة يعني لسه كان عندنا رئيس البوسنة والهرسك، وأيضا هناك توافق في الرؤى لفض وضرورة بذل كافة المساعي لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط الذي لن ولم يتأتى إلا من خلال تهدئة التوتر الإقليمي اللي حاصل في قطاع غزة واتساع الجيوسياسي لهذه الحرب. نعم، لكن هل هناك من أي مؤشرات ربما على انفراج في إطار المفاوضات بين الطرفين للتوصل إلى وقف الإطلاق النار في غزة، خاصة مع ما ذكرناه منذ قليل في الأنباء حول إرسال إسرائيل وفد آخر إلى القاهرة لإجراء محادثات حول مقترح جديد؟ يعني عايز أقول لحضرتك مصر لا تكل ولا تمل في هذا الموضوع. احنا كان يوم الجمعة الماضي كان في وفد مصري في تل أبيب بيتكلم أيضا عن صفقة ورؤية جديدة وأطروحة جديدة باستراتيجية جديدة مختلفة تماما عن أي رؤية تم طرحها سواء إذا كان في العالم العربي أو في المجتمع الدولي. هذه الأطروحات بتتكلم عن إن احنا لابد إن يكون في فض كبير للحجز الرهائن اللي موجود فيه، سواء إذا كان موجود في حماس أو إذا كان في موجود في الكيان الصهيوني. وأعتقد إن وزير الخارجية نفسه الأمريكي بلينكن كان اتكلم وقال إن المقترح المصري لوقف إطلاق النار هو مقترح سخي جدا على الطرفين، يعني طرف الخاص بحماس والطرف الإسرائيلي أن يقبل هذه الهدنة. هذه الهدنة بتتكلم عن إن احنا نفك عن المحتجزين سواء إذا كان في حماس أو في إسرائيل، وأنا أعتقد إن هناك يعني مبدأ إن احنا نفك، يعني يكون هناك مقابل للأسرى الفلسطينيين مقابل الجنود المحتجزين في حماس. ايضا ان احنا نعمل، وده بيكون في خلال 10 اسابيع، وقف فوري لاطلاق النار. هذا الوقف الفوري لاطلاق النار يستمر لمده عام. اعتقد ان احنا بعد ما نلجا لهذين الشرطين او لهذه الرؤيه ممكن ان احنا نرجع تاني لطاوله المفاوضات ونتكلم عن المفاوضات بين الطرفين، ومن ثم نتكلم عن نقطه مهمه جدا وهي اعاده البنى التحتيه التي تهدمت في ظل هذا الهجوم الوحشي اللي حصل من الكيان الصهيوني. انا اعتقد ان التهدئه واللي بتعمله مصر بالنسبه للمجتمع الدولي مقبول جدا، سواء في الولايات المتحده الامريكيه في الاتحاد الاوروبي. انا اعتقد ان هذه التهدئه ايجابيه. انا اعتقد ان ايضا الوفد المصري سواء اذا كان اللي حاصل كان يوم الجمعه الماضي او اذا كان اللي هيحصل في خلال هذا الاسبوع، اعتقد ان هو ممكن يوصل الى تهدئه ايجابيه ووضع ايجابي لتسويه هذا النزاع. وعايز اقول لحضرتك ان مصر هي الدولة الوحيدة المقبولة عربيا من الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي لفض هذه النزاعات. مصر لديها باع كبير جدا في فض هذه النزاعات وخاصة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي. أشكرك شكرا جزيلا دكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، كنت معنا عبر الهاتف.